مشاهدي قناة الساحل تي في، عسلامة ومرحبا بكم. الكندارة معتمدية كبيرة تابعة ولاية سوسة، فيها 7 عمادات تقريب. الكندارة هذه تعتبر منطقة عبور، الناس هنا تعتبر اللي يربطها بالدولة التونسية هي مجرد علم. هنا فما عدة نقائص ومشاكل، أهمها تتمثل في غياب استعجالي. الناس تضطر باش تكري كرهبة ب 25 دينار و 30 دينار باش تتنقل الاستعجالي، ومشاكل أخرى، غياب سوق، غياب عدة إدارات جهوية ومحلية. تابعونا في التقرير التالي. فماش حتى حاجة مثلا متوفرة، بالأخص السبيطار. أنا نوصي ونقول اللي السبيطار استعجالي في الليل، يعني ما عندناش استعجالي، نخرجوا نمشيو. تصور أنت ناخذوا في الدوام الفارماسي، يعني نضطروا باش ناخذوا دوام الفارماسي، دوام نعرفوا عليه يصلح ما يصلحش، يجيب نتيجة ما يجيبش، ما نعرفوش عليه. احنا المستوصف اللي عندكم هنا توقيت إداري هكا ولا؟ حيت يسكر أكهو فا فازك اللي رجع عندنا مستوصف هميكا، ما التكلفة نتاعها 33,000 دينار و250، 4 سطول سير فسير. صحيح عندنا نقص في دار الشباب، معناها هي دار شباب ما فيها حتى شيء، فما حتى دور للشباب معناها باش يطوروه، معناها باش يطور شباب، شبابنا طايش. وسائل الترفيه شنيا؟ لا مرات نمشي دار الشباب ما فيها شيء، حتى دار الشباب الأنشطة الشبابية معناها ما فيهاش، ما فيها لا أنشطة لا شيء، يعطونا كورة ويقولونا برو كورة. عندنا برشا نقص، مثلا عندنا وسائل النقل ما فماش وسائل نقل. عندنا لواجه حتى الوقت ايش يقعد النقل معناه؟ 6 متاع العشية ما عادش تلقى في الشطرة. 6 متاع العشية صيف ولا شتي تموت الحياة في الكندار. بالنسبة لي أنا كي نجي معناها من غادي عندي بريس كيلومتر نخرج على ساقية باش نوصل لكياس باش نركب في النقل. شي الكندار ما فيهاش سوق؟ ماذا ما شكون تكلمنا شكينا جرينا كذا مشينا المعتمد، ما سبق حد ما راك حد اللي هذا حاسب مصلحته هو كاو. يساعدك أنت الانتساب الفوضوي هذا كله؟ كلوها جو نعملوا لي 3 محاضر هنا. أنا سبتر بوتيخ عملي 3 محاضر. المواطن ياخذ من عند الحوانت ولا النصابة اللي هنا العراضيين ولا؟ ياخذ من عند الحوانت ويسووا لهم فيها، ياخذوا مازال مقشيرة كلهم. تحبي ولا عندكم مرشي في الكندارة؟ إذا بينا عندنا مرشي كرو من الكندار تحبوا باش تحبوها تحيا. يعطيك ناصبة هنا ما عندكمش سوق في الكندار هاك اسمع. ما عندناش سوق في الكندار لهنا. أنا نحبوا يبدا عندنا سوق أما ما عندناش سوق، هو حاضر المرشي وما مش قاعدين يحلوا فيه. طور الاستغلال معناها موجود هو السوق لكنه مسكر. بالرسمي ساعدنا كي يبدا سوق ونصبوا فيه. معناها فضاء بلدي مخصص للتجار ويكون محمي صيف وشتاء، يكون محمي تحت سقف. صدر فينا واحنا ناصبين للشمس. إيه انتم مشكيتوا ولا مشكيتوش توا؟ شكينا و معناتها ما بالاسم معتمدية تمشي تسكي ما اسمك حد. وحتى نخدم بالمعارف، هذا كيخدم ولد فلان ولد فلان ولد صاحب ولد الزوالي ما يخدمش. الزوالي ما يجبش يعيش فيها كندار. صح، الزوالي يموت.